وأخيرا إلى ملفنا الأخير في كردستان العراق، حيث كشف جدل متصاعد بين حكومة إقليم كردستان العراق ومجموعات عراقية مسلحة، كشف عن وجود مكتب لجهاز الموساد الإسرائيلي في الإقليم. وسائل إعلام عراقية وأخرى مقربة من فصائل مسلحة تسمي نفسها بفصائل المقاومة قالت إن مجموعة مسلحة استهدفت موقعا تابعا للموساد الإسرائيلي في أربيل مركز إقليم كردستان. وأضافت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع على ما قالت أنه مركز للرصد والعمليات يتبع للموساد، وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من العاملين في المركز، ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن. فيما نفى المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل ما جاء في التقارير الصحفية، وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الإقليم باستقباله لمركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية. معي أستاذ العلوم، أستاذ علم الاجتماع السياسي من أربيل، دكتور عبد السلام برواري. دكتور عبد السلام، أهلا بك. بداية، هذا التضارب في المعلومات بين المصادر الرسمية ووسائل الإعلام العربية والعراقية نقلا عن مجموعات مسلحة، برأيك ما مدى صدق هذه المعلومات عن وجود مكتب للموساد في أربيل واستهداف ذلك المركز؟ نعم، تحية لكم، شكرا لهذه الفرصة، وتحية للأخوات والأخوة المتابعين. في الحقيقة أنا أعيش في أربيل ولم أشهد أي أو أسمع حدوث أي حادث ولا قصف ولا أي شيء آخر، هذا أولا. ثانيا، حقيقة أنا يعني ذكر في تقريركم كشف الجدال عن كشف وجود مركز، هذا أنا أعتقد غير صحيح. المهم هو ما تحدث به الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان. هذه القوى المسلحة التي تسمي نفسها مقاومة، لا أدري مقاومة منه، مقاومة النظام الديمقراطي الدستوري البرلماني العراقي، مقاومة لمصلحة من؟ هؤلاء أنا أعتقد في المخابرات يسموهم عميل مغفل، بمعنى لا يكلفه أحد بشيء يقوم من نفسه بشيء. أنا أعتقد هذا يعني فبركة هذا. طيب، يعني لم يحصل أي هجوم صاروخي كما تقول المجموعات المسلحة خلال الأيام القليلة الماضية وأنت في أربيل لم تشعر بذلك؟ طبعاً. طيب لما يتم الحديث، حتى المتحدث باسم الحكومة في كردستان قال إنه هذه ليست المرة الأولى التي يشار إلى ارتباط تل أبيب بكردستان بعلاقات استخبارية، لما ذلك؟ نعم، إذا تسمح لي فقط إذا أكون مجال أشرح لك، هناك من زاويتين ننظر لها. أولا، هذا الخبر المفبرك أنا أربطه بشيئين آنيين. الأول هو الهجوم الإسرائيلي على سفينة إيرانية والكل ينتظر جواب إيراني، والثاني هو مرور ذكرى 31 سنة على حملة الأنفال الوحشية التي ذهب ضحيتها 182 ألف من أهالي كردستان. للتغطية على هذين الحدثين أنا أعتقد فبركة مثل هذا الخبر، يعتقد البعض بأنه سيفيدهم، يشغل الأعلام، ونجحوا، شغلوا كل القنوات العربية تقريبا بالحدث، ولم يلتفت أحد إلى حقيقة أن ممثل الحكومة قد أنكر هناك 28 قنصلية أجنبية عربية، فلسطين، مصر، الأردن، غيرها في أربيل. كان من الأحسن أن يسألوهم. هذا من الناحية الآنية، إذا تسمح لي، أنا بحسب اختصاصي الأكاديمي أنا أتصور هذا استمرار للعقلية التي نشهدها منذ الخمسينات في الشرق الأوسط وبالذات في الدول العربية، أن أغطي على فشلي في تقديم خدمات وحكم رشيد لمواطنية، وأن أصاب بالإحباط ولا يمكنني أن أقوم بشيء، أقوم بخلق عدو وهمي يكون هناك. لكن في إقليم كردستان يعني الحديث عن العلاقات الأمنية والسياسية بين تل أبيب ليس حديثا سريا، وهذا الحديث كله يرجع إلى نفس الجواب اللي أقوله، كل ما جرى مثل هذا الحديث يجب أن نربطه بحادث معين، كان للتغطية على حدث معين، لم يقدم لحد الآن أي دليل. ثم لماذا يسألوننا يا أخي؟ هناك علم إسرائيلي يرتفع في الآن في 5 عواصم عربية، هناك 4 دول عربية أخرى لها علاقات سرية مع إسرائيل، كردستان ليست لها حدود مشتركة مع إسرائيل، لماذا؟ أنا لا أدري، يعني ما هو ذنبنا حتى لنفترض إذا كانت هناك علاقات لكردستان مع إسرائيل ليلوموا إخوانهم أولا العرب، الدول التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل. ولكن يعني لوم هذه الدول
أو عدم أو التغافل عن عدم لوم هذه الدول لا يعطي الشعب في إقليم كردستان الحصانة لأن لا يلام عندما يقدم على تطبيع علاقاته مع تل أبيب. يعني سيلام على ذلك، يعني هو شعب مسلم أيضا. لم نقم بالتطبيع، من يقول قمنا بالتطبيع؟ ليس هناك أي لا فقط رد على كلامك كلام. لماذا لا يلوم الآخرين؟ طب لمنا الآخرين، يعني إذا قامت كردستان لن نلومها؟ يعني كردستان لم تقم، هذا الموضوع. أنا اللوم مرفوض لأن كردستان لم تقم. قلت لك بتحليل العلمي وبمراقبتي كإعلامي سابق، هذا هو السبب، السبب الرئيسي هو هذا. شفناه في كثير من مراحل الصراع في الدول العربية منذ الخمسينات. يعني كلام واضح، نعم، وهم عدو ونوجه الشارع إلى ذلك العدو المخلوق لكي نغطي إخفاقنا وفشلنا. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد السلام برواري، كنت معي من أربيل.